سيرة نجم، برنامج يروي سيرة ومسيرة نجوم الرياضة الليبية من مختلف الأندية والأجيال. يعد الراحل محمد الزنتوتي أول رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، حيث تولى رئاسة الاتحاد الليبي لأطول فترة زمنية استمرت منذ تأسيسه وحتى إقامة دوري المملكة في الموسم الرياضي 68-69، وهو أول دوري يقام على مستوى ليبيا. وتولى قيادة الاتحاد لست سنوات متتالية، وعاشت المنتخبات الليبية تحت قيادته أزهى فتراتها. ولد محمد أحمد مسعود الزنتوتي بمدينة طرابلس بمنطقة باب البحر سنة 1918 من أسرة رياضية كانت تعشق كرة القدم، تتكون من 4 إخوة وهم مسعود ومحمد ومصطفى وعلي. التحق الراحل محمد الزنتوتي ولعب كرة القدم مع فريق الكال في بداية الثلاثينيات، ولعب للنادي بالخير في نهاية الثلاثينيات، والتحق ولعب بفريق الشباب النادي الأدبي سنة 1943. لعب لنادي الاتحاد وشارك في تأسيسه سنة 44. كان يلعب في مركز جناح أيسر، عمل في مجال التحكيم في لعبة كرة القدم. لم يستمر عطاءه طويلا كلاعب لكرة القدم لارتباطه بالدراسة الجامعية والعمل. عين رئيسا لأول اتحاد لكرة القدم بليبيا خلال الفترة من 1963 إلى 1969. تلقى تعليمه الأساسي في المدارس الإيطالية، وأكمل تعليمه الجامعي بجامعة نابولي في فترة الأربعينيات، ما جعله يعتزل كرة القدم مبكرا. تحصل على درجة الدكتوراه من جامعة نابولي سنة 1948، وكان موضوع رسالة التخرج دراسة عن التصوف الإسلامي في ليبيا. شهدت كرة القدم الليبية بفضل وجوده على هرم الكرة الليبية وقيادة اتحاد الكرة نجاحات كبيرة على كافة الواجهات، سواء على مستوى تنظيم مسابقات كرة القدم الليبية ومشاركات والحضور المتميز لمنتخبنا الليبي الأول وأنديتنا المحلية عربيا وأفريقيا ودوليا. كان الراحل محمد الزنتوتي شاهداً على ميلاد بطولة الدوري الليبي لكرة القدم الذي انطلق رسمياً وقص شريط افتتاحه للموسم الرياضي 63-64، حيث قرر تنظيم بطولة النسخة الأولى لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم لتحديد هوية بطل الموسم من بين الفرق الثلاث الفائزة بلقب البطولة في المناطق الثلاث، المحافظات الغربية والمحافظات الشرقية والجنوبية، حيث انحصر التنافس بين فريقي الأهلي بطرابلس والأهلي ببنغازي، وتوج فريق الأهلي بطرابلس ببطولة النسخة الأولى لبطولة الدوري الليبي. وانتظمت تحت قيادته الحكيمة لاتحاد الكرة الليبي مسابقات كرة القدم المحلية الرسمية، حيث أشرف بنجاح على إقامة 5 نسخ متتالية لبطولة الدوري الليبي لكرة القدم. تعاقب على تتويجها 3 فرق محلية، وهي الأهلي بطرابلس بطل النسخة الأولى، والاتحاد الذي توج بطلا للدوري في 3 مسابقات وبطولة واحدة من نصيب التحدي، حيث أقيمت 4 نسخ الأولى بنظام 3 محافظات، بينما اختتم مسيرته القيادية خلال مواسم الستينيات بإقامة دوري ليبيا العام، وهو دوري المملكة، والذي يقام لأول مرة بمشاركة 12 فريقا وهم مرحلتين ذهابا وإيابا، وتوج فريق الاتحاد ببطولته. وعلى مستوى المنتخبات الدولية حافظ السيد محمد الزنتوتي رئيس اتحاد الكرة الليبي على استمرارية حضور وظهور منتخباتنا في مختلف المحافل الدولية، بل كان خير داعم ومساند لها ومرافقا ورئيسا لوفودها في الكثير من البطولات الدولية، حيث شهدت تلك المرحلة الذهبية الزاهية إقامة دورات معرض طرابلس الدولي بمشاركة أقوى المنتخبات العربية، حيث أقيمت دورات المعرض الدولية ل5 دورات متتالية خلال مواسم الستينيات، وشارك منتخبنا لأول مرة في بطولة كأس العرب بالكويت عام 64، والتي حل خلالها منتخبنا وصيفا للبطولة
وشارك منتخبنا لأول مرة في بطولة كأس العرب بالكويت عام 64 والتي حل خلالها منتخبنا وصيفاً للبطل المنتخب العراقي والدور العربية بالقاهرة عام 1965، كما شارك منتخبنا في بطولة كأس العرب الثالثة بالعراق وهي البطولة التي شهدت أكبر انتصارات لمنتخبنا الليبي، كما شهدت فترة الزنتوتي أول مشاركة وبداية ظهور لمنتخبنا الوطني في تصفيات كأس أفريقيا عام 1966 وأول ظهور لمنتخبنا في تصفيات كأس العالم وأول مشاركة لمنتخبنا في دورة ألعاب البحر المتوسط عام 1967 بتونس. وخلال هذه المشاركات المتميزة حرص على التعاقد مع أبرز المدربين الذين يمثلون أشهر المدارس التدريبية وأعرقها، وهي المدرسة الإنجليزية التي تعد أول مدرسة تدريبية تستعين الكرة الليبية بخبراتها.